من خلال التصريحات يبدو تركيز كبير على الدفاعات لأنها ستكون مباراة دفاع بالأساس. نبدأ معك بيرترون، طبعا من خلال التصريحات كل هناك طبعا على سبيل الدعابة والترفة أن المدرب جيسلاسون وحتى لاعبي كيل قالوا يكفي الفوز بهدف فارق، ليس الفوز ب14 هدفا أو 15 هدفا مثل ما كان في البوندسليغا. نعم هذا صحيح حقا، تفوز بعشرة أهداف أو بفارق هذا فقط الأهم هو الفوز، والأهم الليلة سيكون هو الدفاع وقد ذكر ذلك. نحن نعرف أن الفريق الذي سيفوز هو الذي سيدافع بإحكام وقوة، هناك أمامنا فريقان يدافعين جيدا ويلعبان الهجمات المرتدة بسرعة فائقة. كيل عندما نلعب ضدهم كلما فقدنا الكرة يذهبون بسرعة كبيرة جدا للهجمات المرتدة، ولعبهم سريع في هذا المستوى. ويست بريم كذلك رأيناهم أمام باريس حيث أنهم انطلقوا للأمام بسرعة في الهجمات المرتدة، وباريس كان لديه صعوبات كبيرة في هذه النقطة حيث أن فيش بريم يدافع جيدا وعندما يصعد للهجوم يكون الأمر سريعا. بالنسبة لفريق كيل فلادو نلاحظ أنه فاز بلقب البوندسليغا للمرة 19 في تاريخه، وفي هذا الأسبوع ربما من الناحية المعنوية يبدو جاهز لرفع تحدي كبير لأن اللقب يأتي باللقب. Yes, of course. Kiel is always نعم دون أدنى شك، كيل جاهز دائما للحصول على شيء ما في كل منافسة يشارك فيها. اليوم كما قلت كيل سيكون لديهم مهمة صعبة جدا لأنهم يلعبون ضد ربما أقوى دفاع في دوري أبطال طبعا أبطال. نتعرف على السجل الذهبي للبوندسليغ اللي عفوا تشامبيونز ليغ، وطبعا العشرة السنوات الأخيرة كانت هيمنة إسبانية ألمانية. طبعا هذا التتويجات بالنسبة لسنة 2012-2013 لهامبورغ، كيل برشلونة، كيل أتلتيكو مدريد، كيل برشلونة، هذه الهيمنة الواضحة بالنسبة للتشامبيونز ليج، فرق إسبانية، فرق ألمانية. أبرز المتواجدين فريق برشلونة الإسباني 7 مرات، كيل ألمانيا 3 مرات، سيوداد ريال 3 مرات، هامبورغ مرة واحدة. هذا هو السجل بالنسبة للفرق الفرنسية، فريق وحيد فاز به هو فريق مونبولي سنة 2003. شريف طبعا لو نتحدث الآن على الهيمنة الألمانية إسبانية، هل هذا عادي بالنسبة لكرة اليد الأوروبية؟ هذا شيء جيد أو غير جيد؟ لأن نلاحظ هناك سنوات مضت هناك فرق من رومانيا، هناك فرق ربما من تشيكيا، لكن نلاحظ الآن هي هيمنة، أو حتى كرواتيا في السابق فريق زغرب، لكن الآن هي ألمانيا أو إسبانيا. طبعا يعني ده طبعا عشان الامكانيات طبعا الماديه بتبقى هناك اعتقد بشكل اكتر، الدوري عشان كده بيبقى اقوى. لكن انا شايف بصراحه زي فريق مثلا فيز بريم المجري طالع فيه لعيبه كويسه جدا، ممكن ما يبقاش فيه هناك امكانيات كتيره، لكن في لعيبه اعتقد بتحب الفريق. المدرب اللي هو اسمه اورتيجا دوت يعتبر مدرب كويس جدا قادر ان هم قادر هو يلمهم. بالنسبه للهيمنه طبعا الاسبانيه او الالمانيه كل شريف الكلام نتابع مع بعضنا هذه الصور التي تاتينا من صاله لانكسزارينا، وصول فريق فيز بريم وهذا لاسلو ناجي طبعا بتركيز كبير، النجم كبير يريد أن يهدي أحبائه طبعا لقب، وهذا أورتيغا طبعا أجواء كبيرة قبل انطلاق المقابلة. طبعا يعني هم في تركيز، هو هي مباراة يعني هيلعبوها طبعا بقلب طبعا من حديد، عشان إذا طبعا عملوا المفاجأة وفازوا عندهم يبقى فاينل على طول، لأن يعني ما فيهاش رايح جاي والكلام ده. فطبعا يعني لازم مركزين كده. بالنسبة للهيمنة الألمانية والأسبانية ده زي ما قلنا كده هوت، إن هو طبعا العوامل المادية بتفرق، لكن إحنا شايفين دلوقتي في البطولة ديت إن في فرق كتيرة دلوقتي طالعة من زي مقدونيا زي من المجر، فاعتقد برضو في فرق بتحاول، برضو باريس يعني يعتبر باريس سان جيرمان يعتبر فريق برضو قوي، اعتقد ممكن في السنوات اللي جايه هنشوف انعكاس في الخريطه. يعني سنتحدث الآن على فريق كيل بأكثر طبعا عمق، ماذا من سيفوز إما كيل أو فيز بريم؟ كيف وصل الفريقان إلى الدور النهائي؟ طبعا فريق كيل طبعا فاز على العديد الفرق
امامكم موتور زابوروتزاي، طبعا انهزم امام فيسبرم في مباراه الذهاب ومباراه الاياب. كيل فاز على ميتاليرك، والبي اس جي طبعا انهزم امام فريق فيسبرم، ليجد كيل الالماني وفيسبرم بعضهما البعض في الدور النصف النهائي. طبعا مباراة مهمة جدا. عندما نتحدث على كيل بيرترون نتحدث على ماكينة، يعني الذي يقول الماكينة الألمانية تشتغل. عندما هناك زر يضغطون عليه في بعض المقابلات يصبح فريق ثاني، يعني فريق مغاير تماما. نعم، فريق مغاير تماما. كيل منذ العديد من السنوات الآن يفوزون بالبطولة المحلية، وهدفهم الأول دائما هو دوري أبطال أوروبا. بصراحة نراهم أنه فريق يستغل كل ضعف لخصمه، ويحاولون أن يضغطوا على هذا الزر الذي تحدثتم عنه، ويسيطرون تماما ويخلقون الفارق في الكثير من التفاصيل الصغيرة. إنه فريق كبير جدا، يلعب بسرعة كبيرة، يدافع بقوة صارمة جدا، ولكن نقطة الضعف الوحيدة التي أرى حاليا هو مستوى حراس المرمى. بالنسبة لحراس المرمى ليسوا ذو المستوى المطلوب كما رأينا في السابق، وكذلك ربما الليلة سيكون هناك العكس وقد يثبت أنني مخطئ، ولكن كيل هي ماكينة كما ذكرتم. طبعا عندما تحدثنا على كيل، كيل خرج منه تيري أومير، نارسيس، موميري ليتش، لكن كيل اليوم فاز باللقب وأيضا يلعب الفاينال فور. سوري أدين. طبعا شول، عندما نتحدث على كيل نتحدث على فريق قوي. اليوم خرج منه تيري أومير وأيضا دانيال نارسيس وموميري ليتش، لكنه فاز بلقب الدوري وأيضا يلعب الفاينال فور. Yes, of course. كل سنة يأتون بلاعبين جدد وربما الأفضل في العالم. كيل اليوم الذي ليس لديهم لاعب ذو مستوى متوسط، هم يلعبون بلاعبين دفاع قويين جدا، يفضلون التسديد والمساعدة. وكذلك ليس لديهم حارس مرمى كما كان في السابق مثل أومير. ربما هذه المشكلة لهم في هذه المباراة. شريف، ما هو مفتاح المباراة بالنسبة لكيل اليوم؟ مفتاح المباراة هم زي ما قلنا كده، وكيل بيجيب اللعيبة اللي هي الفينشر، اللي هم بيعرفوا يخلصوا على طول، المصوبين على طول، يفتقدوا أوقات اللي هو العقل اللي هو المفكر. دي أوقات ممكن تعمل لهم هي مشكلة شوية، لكن هم عندهم اللي هو اللعيبة اللي تقدر تنهي، خاصة ممكن من الارتكاز بيقدر يصوب، من الباكات طبعا بيقدروا يصوبوا، حتى الأجنحة بيقدروا يطلعوا بره ويصوبوا. ده هو ده مفتاح الفوز بتاعهم، بخلاف طبعا الدفاع اللي هم بيمتازوا بيه اللي هو 6-0. طبعا هذه الصور تأتينا من حجرات الملابس التي ستكون طبعا فيها تركيز كبير قبل انطلاق المواجهة. طبعا هناك مواجهة كبيرة بين اللاعبين، بين ماركو فوجين وموميري ليتش، وأيضا طبعا بين الحراس، بين المدافعين. كيف سيكون الصراع بين الهدفين مع كفاح رباح؟ التسابق والتلاحق في تسجيل الأهداف هو مبتغى كل لاعب محترف، وبدون الأهداف لا يمكن لأي فريق أن يكسب، ولا يمكن لأي جمهور مشجع أن يتذوق فرحة النصر والتتويج. وضمن مسابقة دوري رابطة الأبطال الأوروبية هناك دوما صراع لا يتوقف أبدا بين مختلف نجوم التهديف من أجل نيل لقب هداف الشامبيونز ليج. وقد يكون هذا اللقب أغلى لدى بعض اللاعبين من فوز الفريق بالبطولة كعنوان للنجاح الفردي والنجومية. وفي دور الرابطة الأوروبية لهذا الموسم ونحن على بعد المباريات الأربع في الفاينل فور من نزول الستار، انحصر الصراع عمليا بين ثلاثة لاعبين فقط، منهم اثنان يشاركان في المربع الذهبي، هما الصربي وهدام بيزبريمي المجاري موميري ليتش برصيد 91 هدفا، ولا تنقصه إلا 4 أهداف فقط ليتساوى مع المتصدر ولاعب ميتالورغ المقدوني ريناتو فوغرينيتش، والذي لم تعد لديه فرصة تعزيز رصيده حيث لم يصل فريقه إلى الفاينل فور. أما المرشح الثاني للصراع على اللقب هو الصربي أيضاً وهداف كيل الألماني ماركو فوجين، فيوجد في المركز الرابع على بعد 17 هدفاً من الصدارة. ويرى الملاحظون أن هذا الأخير قادر على أن يسجل أكثر من هذا الفارق في مباراتين، خاصة أنه يمر هذه الأسابيع بفترة انتعاش كبيرة، كما أكد ذلك في لقاءات ختام موسم البوندسليغا والذي أحرزه كيل بصعوبة كبيرة وفي آخر جولة بفارق الأهداف. هكذا يبدو موميري ليتش الأقرب للفوز باللقب، إذ من المتوقع أن يتجاوز حاجز 100 هدف
بالنظر إلى معدلات التهديف لديه وامتلاكه أفضلية تسجيل رميات الجزاء إلى جانب خصاله الهجومية الأخرى. وتحقيق 10 أهداف في مباراتين هي مسألة في متناول الهداف الصربي الخطير. وقد يتساءل البعض عن الهداف الشهير ونجم برشلونة كيريل لازاروف في هذه المسابقة، وهنا لابد من الاعتراف أن الهداف المقدوني لم يعرف في برشلونة ما عرفه من نجاحات سابقة، وهو يوجد في المرتبة 8 ضمن لائحة هدافي تشامبيونز ليج برصيد 71 هدفاً فقط.